قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يرضيني ما يرضيها ويغضبني ما يغضبها. عطروا مجلسكم وأنفاسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. تمر علينا ذكرى الفاطمية الثانية، ذكرى ترتبط بشهادة سيدتنا ومولاتنا السيدة فاطمة سلام الله عليها. وهناك أيضا مناسبات أخرى ترتبط بهذه السيدة سلام الله عليها وشهادتها، اللي تصادف في 3 جماد الآخرة. نحن نجتمع في هذه المناسبات لإحياء مظلومية سيدتنا ومولاتنا السيدة فاطمة سلام الله عليها، وكذلك نشر معارف وثقافة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا السيدة فاطمة سلام الله عليها، لكثرة ما لديها من الروايات والأحاديث المختصة في كل مجالات الحياة. في هذه الليلة نود أن نطرق حديث دائما يكون متداول في مناسبة هذه السيدة الجليلة العظيمة القدرة، ابنة رسول الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ألا وهي قضية فدك. وهذه قضية فدك في الواقع تعتبر من القضايا الأساسية الجوهرية التي لها ارتباط وثيق بقضية الإمامة، ولها ارتباط وثيق بمظلومية الزهراء سلام الله عليها. وإلا الآن إذا تروح إلى فدك، الآن في الواقع هي أشجار مقطوعة مبتورة بالية ساقطة على الأرض، أحجار وبعض البيوت المحطمة، وهناك بعض السواقي وبعض العيون الموجودة في ذلك المكان، ولا أحد يعيش في ذلك المكان. الآن في نفس هذه القرية الآن ماكو أحد يعيش في ذلك المكان. نعم أكو هناك معرف، يجيب لك فد واحد معرف من المدينة، من هذول اللي عندهم اختصاص، يأخذك إلى هناك ويعرف هاي المنطقة. والجميل هم نفسهم هذول أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نفسهم في كل شيء يقولون هذا بدعة وهذا كذا، وينكرون بعض الحقائق في مقبرة البقيع وما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما تجي إلى فدك، كما ينقل عن كثيرين، لما تجي إلى فدك يقول لك هذا وادي فاطمة سلام الله عليها، هو يقول، هو يحكي، يقول وهذا مسجد فاطمة، المسجد على أساس أنه المكان الذي كانت تصلي فيه السيدة الزهراء سلام الله عليها، وهذه لاحظ كيف عيون فاطمة، فكل شيء ينسبه إلى سيدتنا ومولاتنا فاطمة سلام الله عليها. فإذا كانت هذه الأطلال، هذه القرية اللي الآن في الواقع فنيت، إذا كانت هذا هو السبب والداعي لأن نتحدث عنه، فهذا ليس مرادنا، لأن المراد الأساسي لقضية فدك هي قضية سياسية بحتة أكثر من ما هي قضية، لاحظ كيف، تاريخية يتعرض إليها. هناك قصص تاريخية ترتبط بها صحيح، ولكن الهدف الأساسي هو الهدف السياسي والاقتصادي لقرية فدك ولهذه المدينة في الواقع. فلذلك نحن نتحدث عن هذه القرية، وعندما نقول قرية كما يذكر في ذلك في كتابه الحموي في معجم البلدان، لما نيجي إلى كلمة فدك يبحث يقول أنها قرية. لما نسمع أنت قرية تتوقع أنها كانت صغيرة في الحجم، ليس فيها شيء، لاحظ كيف، في حين أن هذه
القرية في الواقع كان فيها ثلاثة أسوار، هناك روايات تنقل في هذا المقام، فيها ثلاثة أسوار تتعرف اليهود وهي كانوا حريصين على الدفاع عن أنفسهم ويحاولون بشتى الأساليب أن يدافعون عن أنفسهم. واحدة من الأمور أنه كانوا يسيجون وكانوا يجعلون هناك أكثر من سور وأكثر من حصن داخل المناطق التي يعيشون فيها رهبة وخوفا، وخصوصا أن فدك كانت منزل من المنازل التي يقصده أهل المدينة عندما يخرجون، وكذلك الذي يأتي من الشام يريد أن يقصد المدينة كان ينزل في فدك. فلذلك هذه الأسوار كانت موجودة، وعيون كثيرة كانت موجودة، ونخيل فدك كانت تضاهي في القرن السادس كما يذكر ذلك ابن أبي الحديد نقلا عن شخص في النيل تضاهي نخيل الكوفة، أي فدك كانت تضاهي بنخيلها في القرن السادس الهجري نخيل الكوفة، فلذلك كانت لها أهمية كبيرة جدا، وكانت مكان، لاحظ كيف كما في بعض النقل التاريخي أن الوارد لهذه المدينة كان أكثر من 70,000 دينار، لاحظ كيف أكثر من 70,000 دينار كان وارد هذه المدينة. فلذلك هذه المدينة اللي هي في الواقع كانت مدينة فدك في الفترة الأولى، خصوصا نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بحاجة إلى فدك وهي خاصة به، يصرف من ما يأتي منها على أهل بيته وأقربائه وكذلك بعض المسلمين الفقراء. ثم بعد ذلك عندما جاء الأمر الإلهي بأن يعطيها لأقربائه وعلى رأسهم كانت السيدة فاطمة سلام الله عليها، لأنه البعض يقول ليش ما أعطاها الإمام النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علي بن أبي طالب. إخواني أنتم شوفوا فاطمة وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل كان يريد ود فاطمة، الكل كان يريد رضا فاطمة، حتى الخليفة الأول والثاني كما ينقل ابن قتيبة الدنيوري في كتابه الإمامة والسياسة، حتى هذول في حياتهم أو نهايات حياتهم طلبوا، حياة الزهراء سلام الله عليها، طلبوا بأن يلتقوا بها، طلبوا أنه يشوفون السيدة سلام الله عليها، يتحدثون معها يتكلمون معها عسى ولعلها ترضى عما بدر منهم. فيقول عندما جاءوا إلى السيدة أذن لهم الإمام سلام الله عليه فدخلوا فسلموا عليها فلم ترد عليهم السلام، لأن احنا نعرف رد السلام في الإسلام واجب شرعا، إذا واحد سلم عليك ترد عليه السلام واجب شرعا هذا، لكن هي متأذاية، هي متضررة، الأشياء التي صنع بها والأمور التي جرت عليها من هؤلاء القوم لا يمكن أن يرضاه العقل البشري، الضمير الإنساني ما يسمح بهذا الأمر، كل هذه المصائب التي مرت عليها لا يمكن لهذه السيدة أن ترضى عليهم. فعندما دخل قال الأول، قال يا ابنة رسول الله قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي، وأنت أحب إلي أو أفضل إلي من ابنتي عائشة، وإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه أو لا نورث ما تركناه صدقه. شوف جاي يريد يعتذر، جاي يريد يعتذر، ما كفى أنه هناك جت السيدة سلام الله عليها وطرح قضية الإرث وكذا، ومرة ثانية جاي يكررها بكل صراحة قدام السيدة سلام الله عليها، بعد مصر على قوله أنه سمع هذه المقولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك السيدة سلام الله عليها قالت أسألكم أنشدكم الله أني أسألكم سؤالا، مضمون الكلام اللي جرى. طبعا هذول فرحوا، فاطمة الزهراء حكت أخيرا، فاطمة الزهراء تكلمت أخيرا، فاطمة الزهراء قاعد تسألهم، هذا اللي كانوا ينتظروه بفارغ الصبر.
سلي يا ابنة رسول الله، شو تريدين؟ ماذا تريدين؟ فقالت سيدتنا ومولاتنا فاطمة سلام الله عليها: أنشدكم الله، ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن رضا فاطمة رضاي وإن غضبها غضبي، أو في مورد آخر ورواية أخرى: يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها. قال: بلى، قد سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعند ذلك قالت: فإني أشهد الله ورسله وملائكته أني عليكما ساخطة. وفي نهاية الرواية تقول: وأني سوف أدعو عليكما في دبر كل صلاة. مو فقط ساخطة، لا، راح تدعو عليكم. فخرج الأول كما تقول الرواية وهو يبكي أنه فاطمة سلام الله عليها ساخطة، فاطمة غير راضية. فاطمة الزهراء كانوا يريدون رضاها، لأنه يعرفون طبعا هي رضا فاطمة سلام الله عليها تترتب عليها آثار هواية كبيرة بالنسبة لهم، هم بداية حكومتهم الآن. فإذا يعطيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعطي فدكا للإمام علي بن أبي طالب، ماذا سوف يكون الأمر إذا كانت فاطمة سلام الله عليها هكذا تصرفوا بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة؟ فلو كان الإمام علي بن أبي طالب بيد فدك، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ فهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لديه غرض من إيصال فدك إلى سيدتنا ومولاتنا فاطمة سلام الله عليها، وهي كانت بحسب ما ينقل الطبري كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كانت خيبر كانت أيضا في فيء المسلمين، لأن هذه دخلوا عليها عنوة، هناك دخلوها صلحا، لأن هذول بعد ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيطر على حصون خيبر وسيطر في خيبر، فعرفوا أهل فدك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوف يأتي إليهم، وهم لا قبل لهم برسول الله، يعني ما يقدرون يواجهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعثوا بمجموعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطوه الصلح. والرواية تقول، عندنا في واحدة من الروايات، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعرف هذه مجموعة من الحصون وفيها مجموعة من الأبواب، وهذه الأبواب لها أقفال، فإجوا شافوا بعض الأقفال مال هذه الأبواب عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استغربوا، بعضهم أسلم، دخل في الإسلام لذلك. فعندما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أين لك ذلك؟ فقال: من أتى أو من أنزل الألواح على موسى ومن أنزل التابوت على بني إسرائيل هو الذي أتى إلي بهذه المفاتيح. فهذول البعض أسلموا والبعض الآخر لم يسلم، ورجعوا وأخبروا قومهم، فدخلوا صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان عددهم في تلك الفترة، يعني فترة الصلح، 1000 يهودي، كانوا في خيبر كانوا 3000، في فدك كان 1000 يهودي موجودين. وهذول طبعا مع مرور الزمن ازدادوا، خلال القرن الثالث صاروا 1400. ففي الواقع هؤلاء كانوا موجودين وكان لهم عمل وكان لهم نشاط، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صالحهم على أن يبقوا في هذه الأرض، ونصف الخراج لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا مسك النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده على فدك، هاي صارت خالصة لرسول الله بنص القرآن الكريم. زين، المكان الذي لا يدخله المسلمون بالحرب وعنوة يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما كانت هذه الأرض لرسول الله، ينقل السيوطي في كتابه الدر المنثور، نزلت هذه الآية: وآتي ذا القربى حقه. لما نزلت هذه الآية الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فدكا وأعطاها لسيدتنا ومولاتنا فاطمة سلام الله عليها، فتصرفت فاطمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفدك، تصرفت، يعني جابت بعض عمالها أخذوا يعملون في هذه الأرض، ومخارجها ومصارف هذه الأرض كانت ترجع لبني هاشم.
يعني أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت قد تصرفت هذه السيدة سلام الله عليها. طبعا أنا لما أقول هذه القضية وأذكر هذه القضية لأن أهل العامة يتجاوزون هاي المرحلة، هم بالنسبة إلهم لما يناقشون يتجاوزون هاي مرحلة الإعطاء أو الإقطاع أو أن النبي آتاها لفاطمة، هذه متجاوزيها رأسا. لي قدام يقول لك الأحاديث هاي كلها ضعيفة، لي قدام حديث واحد حديثين ثلاثة، إحنا ليش نستفيد من حديث واحد فقط؟ السيوطي قال خلص ناخذه ونقبل به. ابن حجر زين في السواعق المحرقة أيضا ينقل بأن أبا بكر قد انتزع أو ينتزع فدكا من فاطمة. كلمة انتزع فدك من فاطمة يعني شنو؟ خلي يجي فد واحد يقول لي انتزع يعني شنو؟ ماذا يعني انتزع فدكا من فاطمة؟ يعني أنه كان تحت تصرفها وكانت تعمل السيدة سلام الله عليها، عمالها يعملون في هذه الأرض، ثم بعد ذلك انتزعت من يدها، أخذت من يدها. فهم في الواقع عندما يأتون هذه القضية، قضية نحلة أو قضية إعطاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدك لفاطمة، ما يؤمنون بها، ما يناقشوها. وإذا ناقشوها يجيبوا لك، لاحظ كيف، فد أمور أخرى يستدلون بها على أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاشا له أن يجور في حكمه، لأن عنده ثلاث بنات باقيات، فاطمة سلام الله عليها وأم كلثوم وزينب، وذني بالتسعة للهجرة، وإحداهن في ثمانية للهجرة راحت من الحياة، وهذه القضية في سبعة للهجرة صارت. فيجون بهذا الطريق، لاحظ كيف، في حين نحن نعرف وبالأدلة والبراهين أن زينب وأم كلثوم ورقية كنا ربائب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك ابنة واحدة وهي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى فدكا لفاطمة. هذه فدك كانت مهمة بالنسبة لهم، هواية مهمة بالنسبة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا البعض يتصور أنه فقط فدك هي أعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة، لا، بعض أموال بني النظير أعطاها، وأيضا الصوافي اللي هي الشيء الصافي الذي المال الذي لا وارث له، أو الحوائط السبع، هاي عندهم موجودة في مصادرهم الحوائط السبع، هذا مال فد واحد يهودي اسمه مخيرق، هذا في معركة أحد في يوم السبت، قال في السبت لا يوجد هناك حرب، فدخل وأخذ يقاتل، فقال إذا أنا قتلت هذه الحوائط، الحوائط يعني بساتين تحيط بها الجدران يسموها حوائط، مجموعة بساتين تحيط بها الجدران يسموها حوائط، فقال إن هذه الحوائط السبع لرسول الله، هي هبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعطيها لرسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم هذا مات، راح استشهد، قبضها النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لفاطمة. فلذلك تلاحظ ابن كثير لما يجي ينقل، كذلك أيضا في فتح الباري، لما يجي ينقل قضية إرجاع اللي يفهموها بعض أهل العامة أنه قضية فدك، وبعض الشيعة أيضا يفهموها قضية فدك، لا مو قضية فدك، بعض أموال بني النظير أرجعها الخليفة الثاني إلى الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه والعباس، اللي صارت هم يذكروها أنه صارت فيها قضية نزاع بيناتهم، عليكم السلام ورحمة الله، اللي صارت فيها قضية نزاع بيناتهم، وإجوا إليه، لاحظ كيف، يريدوا أن يحسن في هذا النزاع. فالرواية عجيبة حقيقة. فهو في النهاية ماذا يقول؟ يقول هذه أموال بني النظير، ولكن بالنسبة لفدك فقد مسكها، يعني ما مضمون كلامه أنه أبو بكر كان قد منع إعطائها والتزم بها، فأنا أتقيد بهذا. هذه قضية فدك خط أحمر، تدري ليش خط أحمر؟ لأن ماكو فتوحات. في عهد أبو بكر بالبداية تعرف هذول يردون يقوون ويدعمون حكومتهم ويحتاجون إلى دعم مالي، ونحن نعرف فدك قوية جدا وإمكانات مادية ضخمة جدا موجودة، زين، فإذا يعطوها في تلك الفترة وماكو فتوحات
ماكو مجال، يعني هم الصوافي ماخذيها وفدك ماخذيها وكثير من الأمور. فلما وصلت لهذه الفترة، فترة عمر، فتوحات موجودة، فالفتوحات موجودة، استطاع قدر يتنازل عن الصوافي، قدر يتنازل عن الحوائط وأموال بن النظير، بس فدك ما قدر يتنازل عنها، لأنها تعتبر بعد أكو خلاف موجود، فيعتبر أن هذه الأرض لو ذهبت إلى علي بن أبي طالب فإنه سوف يستمد من هذه الأرض ويعين أصحابه وأنصاره، وبالنتيجة راح تصير قوة المعارضة كبيرة جدا، وهذا اللي ما كانوا يردوه، فتظل هذه الأرض عندهم. والأمر الآخر اللي لربما يستشف أنه لا يريد أن يسفه برأي الأول، وإلا إحنا عدنا طبعا، هم بعد ذلك، بعد الخليفة الثاني أجى الخليفة الثالث، لا زالت عند فدك. عندما جاء الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إحنا يهوسون أهل العامة، يهوسون هنا، شوف الفضائيات يتخبل، يقول أتحدى كل شيعة العالم، هنا يبدأ. زين أنت من هنا تجي تقول أن هذه لم يقطعها، لم يعطيها، لم كذا، وثم تجي هنا تقول خلي يجيبون فد إثبات أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه لماذا لم يرجع فدك، لماذا لم يأخذ فدك الإمام سلام الله عليه. في الواقع الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، روحي وأرواح العالمين له الفداء، تعرف أنت مر في حكومته بمجموعة من الحروب، يعني الإمام سلام الله عليه منا طلحة بايع، بعد لاحظ كيف شهر شهرين انقلبوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه، أول عطاء من بيت المال 3 دراهم ما يصرف لهم، فانقلبوا على الإمام سلام الله عليه وذهبوا إلى في قضية مفصلة إلى البصرة، وهناك صارت معركة الجمل. الإمام سلام الله عليه انشغل بهذه الحرب، ثم بعد ذلك خرج الإمام من المدينة المنورة، وهناك أيضا في الكوفة صارت هناك 3 حروب للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ينتهي من حرب يدخل في حرب، ينتهي من حرب يدخل في حرب. لأن هم شي يقول لك، يقول لك خب إذا كان الأول أنتوا تقولون ظالم، ثم الثاني ما رجع حيكون ظالم، إذن عثمان أيضا نفس الشيء، إذن علي بن أبي طالب من راح يكون ظالم لأنه لم يرجع الأرض، لاحظ كيف؟ فهم هيك يفسروها بهالطريقة هذه. فإذا الإمام سلام الله عليه لم يتفرغ إلى هذه المسألة لكثرة الحروب التي مر بها الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الأمر الثاني أن الإمام سلام الله عليه عندما جاء في حكومته أخذ يطالب بحق الآخرين قبل أن يطالب بحقه، ما يريد الإمام يبين في حكومته أنه دي طالب بحقه، لأن بس يطالب بحقه يقولون علي بن أبي طالب، أخذ يلتفت إلى حقه وعرض عن حقوق الآخرين. وهناك أيضا رواية تشير إلى أهمية وخطورة هذه المسألة، والإمام أيضا في نهج البلاغة يقول ذلك، وهي مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وأرجح العلة هذه، لأنه أحدهم سأل الإمام الصادق كما ينقلها في علل الشرائع، أحدهم سأل الإمام الصادق سلام الله عليه ابن رسول الله لماذا لم يأخذ عليا فدكا، ليش علي بن أبي طالب ما أخذ فدك؟ قال الإمام سلام الله عليه، قال لأن الظالم والمظلوم قدما على الله عز وجل، وإن الله قد عاقب الظالم وأثاب المظلوم، فكره أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن يرجع هذه الأرض، يعني أرض فدك، ليش؟ لأن العقاب شمل غاصب، وكذلك الثواب شمل المغصوب. فالإمام إذا يرجع هذه الأرض بعد ما كان هناك ظلم صار في حق سيدتنا ومولاتنا، انتفى الظلم في حق سيدتنا ومولاتنا فاطمة، فيريد هذه القضية أن تستمر وأن تكون حتى يكون هناك حكم إلهي اتجاه هذين الاثنين، اللي هو الأول والسيدة سلام الله عليها، مظلوميتها من هنا تكتشف ومظلوميتها من هنا تعرف. لذلك الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول في نهج البلاغة، بلى كانت في أيدينا فدك من خير ما أظلت السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، سخت يعني أعرضت،
مو الإمام سلام الله عليه ما يريدها، لا، الإمام راغب فيها ولكنه أعرض عنها. زين، ثم يقول والحكم لله، الله سبحانه وتعالى هو اللي راح يحكم في هذه القضية. معنى أن ذلك أن الإمام سلام الله عليه كما في نهج البلاغة يريد لهذه القضية أن تستمر وتبان مظلومية السيدة الزهراء سلام الله عليها، وهذه المظلومية لا زالت جارية، ونحن علينا أن نركز كثيرا على مظلومية الزهراء سلام الله عليها من خلال قضية فداك. زين، لما نستلمها، استلمتها السيدة سلام الله عليها، انتزعها الأول كما هم ينقلون ذلك، انتزعها الأول، جاءت سيدتنا ومولاتنا تطالب، لاحظ كيف، بفدك. طبعا هذه الروايات أيضا هم ينقلوها. زين، هم ينقلون هذه الروايات على أن السيدة سلام الله عليها قد جاءت وطالبت الأول بفدك، فقال لها هل لديك بينة؟ ده يطلب من سيدتنا ومولاتنا السيدة فاطمة شهود. فجاءت، زين، فجاءت بأم أيمن، هاي اللي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ورباح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الروايات أيضا اللي عندنا موجودة وأيضا عندهم موجودة أنه جاءت في المرة الأولى بالإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فقال أن هذا يجر النار إلى قرصه، يعني هذا، لاحظ كيف، يحسب عليك، على السيدة فاطمة سلام الله عليها. إذن عرفنا أكو شاهد واحد إجه، والإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هناك الكثير من الأحاديث هم ينقلوها، علي مع القرآن والقرآن مع علي يدور معه حيثما دار وغيرها، أو الحق مع علي والعلي مع الحق، أحاديث كثيرة ينقلونها في هذا المورد. فرد شهادة الإمام سلام الله عليه، ورد شهادة أم أيمن، ورد شهادة الحسنين بعنوان أنهما صغار، وعلى هالرواية اللي هم ينقلوها أيضا رد شهادة هذا رباح. فإتلاحظ في نفس الوقت اللي يرد هذه الشهادة ويطلب بينة من السيدة سلام الله عليها لأرض هي تمتلكها، هي تمتلك هذه الأرض. زين، نرى كما ينقل في صحيح البخاري على أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن جاء مال البحرين أعطيك كذا وكذا أو هكذا وهكذا، يعني حثيات أنا أعطيك من مال البحرين. يقول فجاء، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما جاء مال البحرين كان في عهد الخليفة الأول، إجا مال البحرين، يقول فعند ذلك قال ماذا قال إنك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كذا وكذا، فقبض له، قبض يعني أخذ حثية وأعطاها، يقول حسد عددتها فإذا بها 500 درهم، هذه اللي كانت موجودة، هاي وحدة. قال وخذ مثلها، في رواية لا، أخذ 3 حثيات وأعطاها إياه. زين، عد ابن حجر أيضا العسقلاني أيضا في كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري يقول وأن هذا الخبر، هذا الخبر اللي الآن ذكرته، يقول في هذا الخبر دلالة واضحة وصريحة على أن قول العدل الواحد من الصحابة يقبل من دون بينة، من دون شاهد، ولو جر ذلك نفعا لنفسه، حتى لو هو إلى غرض من هذه، مصلحة من هذا الأمر، أيضا قوله مقبول. ليش؟ لأنه صحابي. زين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مو صحابي؟ ها، والنقطة الثانية، هنا مال البحرين، مال البحرين مال، لاحظ كيف مرتبط بالمسلمين، مال البحرين هذا متعلق بالمسلمين، ببيت مال المسلمين، يعني اللي يريد يدعي أن شيء من هذا المال إليه هو اللي لازم يجيب البينة والشهود، مو مثل أرض فدك اللي هي في الواقع ملك صرف للسيدة الزهراء سلام الله عليها. فشوفوا الفارق وين. طبعا مال البحرين عندما يأتي بهذه الغزارة بذيك الفترة اللي الآن مع الأسف تغيرت الأمور وتغيرت المعايير وتغيرت المقاييس، ولو البحرين سابقا غير الآن، الآن يفتحون الخمارات والبارات
حتى يجذبون الأموال. يابا هذا شيء يسموه استثمار. وين بلد نسبة الشيعة بي 75 إلى 85%؟ هاي بعد قضية التجنيس اللي صارت من 1995 وإلى يومك هذا. هذا بلد أغلب أهله من الشيعة، اللي واحد من نواب أهل العامة السنة وسلفي يقول أنا أخاف أن الله سبحانه وتعالى، أريد أوجه فد رسالة للملك، أوجه فد رسالة لرئيس الوزراء، أخشى أن الله سبحانه وتعالى ينزل علينا العذاب والعقاب بسبب هذا الفساد الذي نراه في هذا البلد. هذا الفساد اللي ينخر في هذا البلد. أحد السادة يقول أنا رحت إلى فندق داعيني في محرم، يقول خجلت أنا، قلت لهم يا أنتوا أصحاب المأتم تعالوا طلعوني من هذا الفندق، هذا مو فندق هذا بار، عيب أنا ما أنا وعمامتي سيدة من رسول الله أخرج وهذني العواري وهذني الكذا، هذا يعقل هذا الشيء؟ قالوا له أنظف فندق عندنا هذا. هذه البحرين اللي الآن مع الأسف الشديد تلاحظ هؤلاء يقتلون ويسفكون الدماء، حتى راحوا على هذول الرياضيين المساكين اللي اشتركوا، لاحظ كيف في بعض الاعتصامات وغيرها، مو فقط هذول السياسيين، السياسيين لا خلصوا منهم لي قدام، حتى هذا الرياضي اللي في الواقع صوته لابد أن يكون مسموع أيضا ويكون له أثر في الحياة السياسية، حتى هذول اعتقلوهم 300 إلى 200 شخص، هذول اعتقلوهم بلا، لاحظ كيف، لأجل أنهم تظاهروا وخرجوا. وين الأمم المتحدة؟ وين بان كي مون؟ وين أوباما؟ وين فرنسا؟ وين كذا؟ ليش أنا؟ لأنه شيعة، وهذا القرضاوي أخزاه الله، اللي حقيقة يعني ينكشف يوما بعد يوم، هذا الإنسان ينكشف زيفه وينكشف حقيقته وتنكشف الأموال التي تعطى له. قضية سوريا لاحظ كيف يأتي لها بطريقة، وقضية البحرين يقول آي هؤلاء شيعة، هذه قضية الآن صارت طائفية اختلفت عن بقية الثورات الأخرى. قوم أناس نسبة الشيعة بيهم 75%، أكثرية أغلبية، ما إلهم تأثير ثقل في الحياة السياسية، مخلي له مجلس شورى ومجلس برلمان، البرلمان أي قرار يصدر لابد من موافقة مجلس الشورى عليه، اللي هو ناصب مجلس الشورى وبيثنين من الشيعة فقط. أي حياة سياسية هذه؟ وين صايرة بالعالم كله؟ وين صايرة؟ ثم بعد ذلك إذا يطلع هذا يطالب ناس أبسط الحقوق ما عدها، أبسط الحقوق لهؤلاء الشيعة الموجودين ما عدها، هذا دا يطالب في الواقع بإصلاح الواقع، يريد يكون إلى رأي. مع الأسف الشديد وفوقها تشوف لك السعودية تتمترس، أسد صارت هنا يدزون درع. أنا ما أريد أدخل في المجال السياسي، بس هذه في الواقع كنا آخر اعتصام مع الأسف الشديد، يعني لما أقول لك إحنا المقاييس بعض الأحيان الإزدواجية في الاستخدام وفي السلوك ظاهرة، هاي الدول اللي تدعي الديمقراطية كلها لاحظ كيف تستخدم هذه الإزدواجية، ما عندها حالة حرية مطلقة واحترام حقوق الإنسان وغيرها، ما عند هذا الأمر، هذا كله حكي مصفط همينه. لذلك تلاحظ قلت له إحنا اعتصمنا بعد المظاهرات اللي صارت، صار اعتصام عند السفارة السعودية، وقفنا احنا مجموعة من المعتصمين، فدا أقول له يا أخي لا أكو صحفيين، لا أكو إذاعة، لا أكو شيء، لا أكو أحد يجي يصور، ليش؟ أبو حسين هذا هو المسؤول عن المظاهرات، قال لي شيخنا كل شيء ولا السعودية، السفارة الإيرانية هم تدخلت بعض أعضاء المخابرات بدفعهم لاقتحام السفارة وضرب السفارة، قال بس السفارة السعودية ممنوع خط أحمر، قنوات مدعومة، يردون بيت يعطيهم بيت، يردون فلوس يعطيهم فلوس، أرقى سيارة يشتروا لهم، بس اسكت لا تذكر شيء نهائيا عما يجري هناك.
قال لي كل السفارات ممكن أنت تشيل لك بيض لأنه هذولا بس تصير قضية إثارة. قلت لي يعني إحنا مو إثارة، إحنا مو واقفين، إحنا مو بشر إحنا. قال لا، كود يصير بيها حركة، لاحظ كيف، تخرج عن الإطار المتعاهد، وهذا ضرر بالنسبة إلي. حتى ذاك الوقت هم يجون الصحفيين ويجون كذا. قال في قضية المظاهرات اللي صارت ببركة الإخوة اللي كانوا موجودين هنا، والإخوة اللي إجوا من إدمنتون وإجوا من كينغستون وإجوا من تورنتو وإلى آخر، بحمد الله صار شنو؟ صار قطع طرق. إيش قد إحنا كنا؟ آلاف كانوا جايين في هاي المظاهرات. الإعلام كل ما إجى، لا القنوات الفضائية لا الإعلام لا كذا، أحد ما يتطرق إلى هذا المسألة. بس عرفوا أن الشوارع انقطعت، قال بس عرفوا الشوارع انقطعت، انقطعت لأنه أكو هواية من المتظاهرين. قال بس عرفوا الشوارع انقطعت، كلها الصحفيين قاموا يتصلون والقنوات قامت تتصل، ليش الشوارع انقطعت؟ فلذلك بالفترة الأخيرة لما وصلنا إلى سفارة الإمارات، ذاك الوقت أجوا 2-3 من الصحفيين، أخذوا يصورون وأخذوا يسجلون بيانات. هذا البلد، ونريد احنا نطالب ونريد يعني. لذلك هذول حقيقة المساكين، يشهد الله ما عندهم غير احنا. يعني هذول اللي في البحرين ماكو، الدول العربية اغسلها، جامعة الدول العربية اغسل ايدك منها، الأمم المتحدة اغسل ايدك منها، ما عندهم غير الشيعة الموجودين في خارج البلاد العربية. هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يوصلوا هذه الرسالة لهذول المساكين. على كل، ما أريد أدخل لأن هذا الأمر ذو شجون حقيقة. فسيدتنا ومولاتنا فاطمة سلام الله عليها، جرت عليها كل هذه المصائب والمحن، هنا لم يسأل جابر بن عبد الله الأنصاري بالبينة، ولم يطالبه بالبينة، لكن سيدتنا ومولاتنا يطالبها بأن تأتي بالشهود وبأن تأتي بالبينة. وهنا الكارثة، هنا المصيبة، وهي سيدة معصومة سلام الله عليها بنص القرآن الكريم يرد دعواها في شيء تملكه. لذلك سيدتنا ومولاتنا تألمت كثيرا لما جرى. بعد ذلك انتقلت من النحلة من العطاء في قضية مفصلة إلى قضية الوراثة. بعد ما خلصت من هذه القضية، عند ذلك جاءت تداعيه بقضية الوراثة، وهناك همين صار أخذ ولجاج وغيرها. اللي بعد ذلك رجعت السيدة سلام الله عليها متألمة، وهي تستذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد كنت ذات حما بظل محمد، لا أخشى من ضيم وكان حماليا، واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا. هاي المظلومية اللي جرت عليها. لذلك يقولون أرادت أن تستذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون طلبت بلال حتى يجي يأذن. بلال بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يشأ أن يؤذن، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك طلبت منه أن يأتي، امتثل لأمر السيدة، جاء بلال، صعد وأخذ يؤذن. عندما جاء بالتكبيرات وإذا بهذه السيدة هاجت بها الأحزان، تألمت كثير، استذكرت عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هواية متعلقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما وصل إلى ذكر رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. عندما بلغ إلى هذه الكلمات وإذا بسيدتنا ومولاتنا يغشى عليها، سقطت على الأرض مغشيا عليها. اتوقف بلال، نزل إليها، أفاقت. لما أفاقت قالت يا بلال أكمل. قال لها يا ابنة رسول الله إني أخشى عليك مما تنزليه بنفسك، أخاف تموتين، شوقا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ظلت هذه السيدة حزينة، المفروض واحد يجي واسيها يعزيها هذه السيدة الجليلة.
أحد السادة العظماء يقول في قرية، يقول إجوا مجموعة من الناس، كان عنده حالة وفاة والدته، يقول فجاء مجموعة من الناس لكي يعزوه في والدته، وإذا به يرى رجلا غريبا من قرية أخرى جالس في المجلس، استغرب من هذا الرجل، أخذ يسأل عنه، فعند ذلك قالوا له بأنه هذا الرجل قد جاء من القرية القريبة. قال له ليش أنت أجيت؟ قال له أنا سمعت أن هناك رجل عالم له مكانة محترمة في المجتمع وقد ماتت والدته، وأنا أجيت لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الغرض، فجئت أعزيك في هذه المصيبة. فعند ذلك هو التفت إليه هذا العالم بكل إجلال واحترام، يقولون كلما كان يذهب إلى هذا العالم إلى تلك القرية يزوره، وإذا جاء ذلك الشخص إلى هذه القرية كان يدعوه ويدعو أهل القرية. ليش؟ لهذا الموقف فقط، جاي عزي في والدته. أنا أقول في الواقع ونحن نتوجه، معذرة للسادة الأجلاء، أنا أقول سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين لك الفداء، أنت اليوم صاحب العزاء ونحن جئنا في هذا العزاء، إحنا جايين عندنا حوائج سيدي ومولاي، إحنا عندنا أمور مطلوبة، حوائج تقضى، كل إنسان عنده فد مصيبة فد نكبة، لاحظ كيف فد كار. سيدي ومولاي جئنا نعزيك في سيدتنا ومولاتنا فاطمة سلام الله عليه. إذا كان هذا سيد جليل عالم أدى حق ذلك الإنسان الزائر الذي جاء يعزيه، فنحن نعزيك سيدي ومولاي بفاطمة الزهراء. هاي المصيبة العظيمة، في الواقع أعظم مصيبة جرت على الزهراء هو دخول القوم على بيتها وجرأتهم على حرق بابها. هاي مصيبة في الواقع يشيب لها الجنين. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري، بيت الأحزان الذي بكت فيه فاطمة سلام الله عليها، وهذا بيتها يقتحم. سليم بن قيس شخصية عظيمة وجيهة، أول من كتب كتاب في حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل الروايات التي جرت من المصائب والمحن على آل بيت رسول الله. هذا يدخل إلى المدينة، سلمان دائما كان مع أمير المؤمنين، مع أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، كان دائما مع أمير المؤمنين، مع سيدتنا فاطمة يتعهد شؤونهم. هذا حضر هاي الواقعة، شاف شنو صار على سيدتنا ومولاتنا فاطمة، فسأله سليم بن قيس مستعجبا مستغربا، واقعا هذا الشيء صار على ابنة رسول الله؟ لأنه كان دائما يشوف النبي يستأذن على فاطمة. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ أيوا سيدتا، أيوا مظلومتا، أيوا فاطمتا. قال لا تستغرب يا سليم، قال وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب. أيها السادة المعذرة إليكم، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها، أيوة سيدتا، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا. آخ، عصروها بين الباب والحائط،
المسمار نفذ إلى صدرها، لكن المصيبة الأدهى والأعظم، فأسقطت بنت الهدى يا وحزنا، أسقطت محسن هذا السقط الشهيد، فأسقطت بنت الهدى وحزنا يا جنينها يا ذاك المسمى محسنا، يا جنينها ذاك المسمى يا يا اي بدموعك الجارية وأنتك العالية يا محسنا يا اي تصيح يا فضة أسنديني اي فقد وربي اسقط جنيها يا سقطت سيدتنا على الأرض، جاءت فضة ساعدت سيدتنا ومولاتنا، وإذا بها تفيق تنظر يمين شمال لا ترى الإمام علي بن أبي طالب، إلى أين ذهبوا بعلي؟ قالت سيدتي ومولاتي أخذوه ملبد. عند ذلك خرجت سيدتنا بهذه الحالة في إثرهم وهي تنادي عليهم بأن يتركوا علي، أرادت أن ترفع يديها إلى السماء وتدعو عليهم، وإذا بالإمام أمر سلمان بأن يذهب ويهدئ من روعها، جاء إليها سلمان قال لها يا ابنة رسول الله إن أباك بعث رحمة فلا تكوني عليهم نقمة، قالت يا سلمان دخلوا بيتي صبايا أسقطوا لي جنيني صبات، لكن يريدون قتل علي فما على علي صابر يا سلمان. توجهت وجهها وين؟ إلى رسول الله. قومك قومك يا أبويا ما رعاني ما رعاني وخلاف عينك مرمراني. الله أكبر، شنو من مصائب مرت عليها؟ أبويا يا من البيت عليك امنعاني اي وبرا المدينة طلعاني طلعاني ابويا ورا الباب من هيساني اي للباب وللحايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر وإذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر وإذا دعاه ويكشف السوء. اللهم نقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اقضي حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين.
اللهم اشفي مرضى المؤمنين لا سيما المعنين، اللهم احفظ علماءنا العاملين، اللهم سدد وأيد حماة الدين، اللهم عجل على ظهور صاحب العصر والزمان، واجعلنا من بين يديه من المستشهدين. اللهم ثبتنا على ولاية الإمام أمير المؤمنين، اللهم واجعلنا بشأن أهل البيت من العارفين، اللهم واجعلنا بمنهجهم من المتمسكين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمشركين، اللهم وأصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم واجعل إخواننا في البحرين من المنتصرين، اللهم واجعل أعداءهم من الهالكين، اللهم وانصر إخواننا من المستضعفين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. اللهم تقبل أعمالنا وأعمال الحاضرين والمؤسسين لهذا المجلس، وبلغ اللهم أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، إشراقة حسينية تنير الآفاق.